عندما كنت أذهب لحضور مؤتمرات كنت أتساءل عن سبب حضور الناس لمثل هذه المؤتمرات، ولكن حينما حضرت هذا المؤتمر تبددت كل شكوكي. لقد تحدثت عن عيسى ومحمد، ولقد كنت تتحدث عن عيسى أولا. أعتقد أنك توافقني أنك لم تناقش المسيحية من نفس المنظور الذي يستخدمه المسيحيون. أتفهم أن أغلب المستمعين هنا من المسلمين، وهذه هي الطريقة التي تحثهم بها، ومن هذا المنظور فأنا أقول أنني شخصيا أحترم القرآن، وأخشى أنك لا تحترم كتابي المقدس على الرغم من احترامي للقرآن. في الواقع أنا أعمل كمعلم، وفي الفصل الدراسي يوجد لدينا تلفاز مثبت على الحائط، وقد سمحت بوضع القرآن أعلى التلفاز، وذلك لأني أحترم الأطفال المسلمين في مدرستي، وقد أخبروني أن وضعه في هذه المكانة العالية دليل على احترامنا له، لذا فقد فعلت هذا ووضعته في مكان عال. وفي رأيي أنك لا تبادل النصارى نفس المشاعر، لذا فلا تفعل كما أفعل أنا، ولا تحترم كتبهم كما أحترم كتابك. دعني أتطرق إلى هذه النقطة. لقد تحدثت كثيرا عن عيسى وعن الكتاب المقدس، ولكنك لم تتحدث كثيرا عن محمد. كيف لك وللمسلمين أن يؤمنوا برجل لا يستطيع القراءة ولا الكتابة، وقد نشر عقيدته بحد السيف والحرب؟ كيف تؤمن أن هذا الرجل هو رسول من الله، وتؤمن بكل تعاليمه والتي فيها بعض التعاليم الجيدة، بينما من السهل عليك أن ترفض المسيحية والكتاب المقدس؟ لقد تطرقت إلى العديد من المواضيع في خطبتك القصيرة. كيف لنا أن نؤمن برجل أمي وهو نفسه الرجل الذي نشر عقيدته بين البشر بحد السيف؟ تعليقا على كون الرجل أمي، فهذا تحقيق لنبوءة مذكورة في كتابك في سفر إشعياء الإصحاح 29 العدد 12: أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة. إشعياء 29:12. أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة. والآن إذا نظرت إلى تاريخ الإنسان الديني في الكتاب المقدس، فلن تجد في أي موضع أن رسولا من الله حينما أعطاه الله الرسالة قال إني أمي. ولكن إن قرأت أي سيرة تخص محمد، سواء كتبها المسلمون أو غيرهم، ستجد أن أول آية نزلت عليه في غار حراء هي عندما أتى إليه الملاك وأمره بلغته الأم قائلا اقرأ، فقال محمد ما أنا بقارئ، فأمره الملاك مرة أخرى قائلا اقرأ، فأجابه مرة أخرى ما أنا بقارئ، وللمرة الثالثة أجبره الملاك قائلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. والآن فقد تفهم الرسالة، وأن المطلوب منه أن يردد، لأن الكلمة العربية اقرأ تعني أن يردد، يرتل، يكرر، ولذلك فقد ردد الكلمات كما أعطيت له بالضبط. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي نهاية أقول لك أن كون هذا الرجل هو أمي لهو برهان دامغ على أن هذا الكتاب هو كلام الله.